ما فراسيش واش كاينين اولا ما كاينينش. لا رجع بصفه رسميه. مزيان اسيدي حنا داكشي اللي بغينا يرجعوا ان شاء الله. مزيان مرحبا. مناسبه حلو شهر رمضان كنبارك لهم العواشر، مبارك عواشركم حتى نتوما، والله يدخلوا لنا بالصحه والراحه وشكرا جزيلا. يوم اللي رجعوا لنا التراويح راه رمضان مبارك سعيد على الجامع، فرحانين فرحانين من بعد شحال من عام دابا، شي عامين هما الناس محرومين من تراوح، وسبحان الله داك الشهر عظيم وكبير عند الله، والانسان ملي كيمشي للجامع سبحان الله العظيم الحمد لله. كنبارك المغاربه كاملين هذا الشهر اللي يدخلوا علينا عليهم الصحه والسلامه والرزق ان شاء الله، حيد علينا ربي هذا الوباء. الله يكون خير ان شاء الله. بغينا نصليو في التراويح هذا العام ان شاء الله في هذا رمضان المبارك، يدخل على جميع المغاربه ان شاء الله بالخير، ويكون ان شاء الله الدوله ديالنا خاصها تطيح شويه، الحكومه تطيح لنا شويه من الاثمنه، لكن الفقراء المساكين راه عايشين واحد المعيشه لا يرثى لها. كنتمنى لجميع المغاربه وجميع العرب جميع المسلمين رمضان كريم ويدوز عليهم بخير وعلى خير ان شاء الله. علاش؟ 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 شي ميساج ديالك للأم المغربية المسلمة؟ كنتمناو من الناس الاستعانة بالله عبر المساجد. بالنسبة للمساجد خصهم يكونوا معاهم، والله عندنا يدخلوا علينا بالصحة والبركة وطول العمر، ونتمناو الإنسان يرجع للدين ديالو، لأن الدين عرف رجع علينا هنا مشينا بعدنا من الدين. نتمناو من الشباب تاعهم يكونوا نتمناو لهم الهدايا.